ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل القيم، وبعتذر لمعالي السفير دعاء عماد الدين عشان جيهان لخبطتني في اسم صديقي واخويا العزيز السفير دعاء عماد الدين. وبصراحة يعني الفقرة التانية دي بقى يعني ليها مكانة خاصة عندنا، وليها يعني زخم كده كبير، لأن الدكتورة جميلة رفاعي ضيفة الحلقة وضيفة الفقرة التانية، شخصية يعني أكثر من رائعة، عندها تنوع وثراء كبير جدا جدا في شخصيتها، وعندها إنجازات علمية، وعندها يعني تفاعل قوي جدا في الحياة السياسية والاجتماعية والأكاديمية، الحمد لله طبعا، وشرف لينا أن حضرتك موجودة معنا، وخصوصا أن احنا كنا بننسق لوجود الدكتورة جميلة رفاعي معنا في الحلقة دي يمكن من شهرين، وهي موعدها مش متزبطة، واحنا بعد كده خدنا أجازة في العيد وهكذا. فأنا برحب ترحيب خاص بالدكتورة جميلة رفاعي في حلقتنا النهارده، وان شاء الله تكون حلقه موفقه في الحلقه بتاعتي. اه طبعا طبعا. والنجمه الجميله الهادئه ذات يعني الروح الطيبه ذات الحضور الثري الرائعه المميزه الزميله ندى اشرف. شكرا. اللي بتنورنا النهارده في حلقه جديده من حلقات برنامج تأملات انسانيه، ولحقت معانا الموسم الخامس قبل ما يخلص عشان تتكرم معانا في الحفله اللي هنعملها على الباخره السياحيه الفخمه فيرست لاف يوم 3/9 لختام الموسم الخامس من برنامج تأملات انسانيه. زي ما قلت وبكرر تاني، ضيفتنا النهارده شخصيه ذات ثقل خاص، وده لعدة أسباب. ضيفتنا النهاردة هي أستاذ القانون الدولي العام، أستاذة جامعية وأيضا محامية بالنقض والإدارية العليا، وأيضا عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي، وأيضا عضو الجمعية المصرية للإحصاء والتشريع السياسي. ترحيب خاص جدا بالدكتورة جميلة رفاعي. أهلا وسهلا معك. أهلا بحضرتك يا أستاذ محمد. يعني يا دكتور، يعني أنا حابب أعرف بقى من حضرتك كمرأة، أكيد خلال مشوارك وتجربتك الثرية دي أكيد في بعض التحديات واجهتك وبعض العقبات، حابين تلقي الضوء كده وتعملي سبوت سريع على الحاجات دي، وواجهتي التحديات دي إزاي؟ أولا بشكرك وبشكر المذيعات الفضليات في المقدمة الحلوة اللي حضرتك قدمتها لي. بالنسبة للتحديات، أنا محبش أقول إنها تحديات. المرأة دلوقتي يعني قوية، خدت حقها جميع، يعني بصراحة الفترة دي وخاصة يعني عصر طبعا الرئيس السيسي، نصير المرأة يعني أنا عن نفسي بسميه دايما العصر الذهبي للمرأة. دي حقيقة. وبصراحة بالنسبة، أنا مش حابة كلمة تحديات بالنسبة لي على المستوى الشخصي، لأني أنا كنت عندي دعم أسري الحمد لله رب العالمين، كانوا بيساندوني. انما كتحديات طبعا بيبقى في صعوبه، وخاصه في مرحله البحث العلمي نفسها، ان انت بقى ان انت تجهز الماده العلميه بتاعتك وتعرضها وتحاول تنسق بين الماده دي والماده دي وتفعلها، فالدنيا طبعا بتبقى مش متظبطه نفسيا واجتماعيا. بس زي ما قلت حضرتك في الاول، الحمد لله الحمد لله ان انا يعني اسريا كنت مدعومه في سبورتنج في جدا الحمد لله. طب دكتور جميلة، حضرتك قدرتي انك تكوني نموذج وقدوة لكل ست وامرأة مصرية في انه يعني انهم يكونوا عندهم امل انهم يحققوا ذاتهم وانهم طموحين ويكونوا متفوقين، فيعني كنا عايزين حضرتك تكلمينا اكتر عن يعني بالظبط الصعوبات او المشاكل اللي انا مش عايزين تحديات في التجربه الاكاديميه اثناء البحث اثناء دراسه حضرتك في البحث العلمي. بصي يا ندى، انت في موقعك مش بتقابلي تحديات؟ انت يا استاذ محمد مش بتقابل تحديات؟ ده طبيعي، نورمال نورمال، كل واحد في مجاله بيقابل صعوبات وتحديات. ان ما كانش في الماده اللي هو شغال عليها بيبقى في ضغوط نفسيه، في عوامل بيئيه، في حاجات كتير. فيعني ما اقدرش اقول احط فوكس معين كده ان في ده ضايقني، او لاني ده شغل، دي طبيعه الحياه المهنيه اللي احنا بنمتهنها، ده شغل لازم يبقى فيه تحديات، لازم يبقى فيه صعوبات. انما الشطاره اني انت يعني قدامك هدف وعندك داخليا يعني في احساس كده انت عايزه تحققي الهدف ده، يبقى خلاص تحطيه قدام عينيكي وتبداي تظبطي حالك ان انت عايزه تحققي هدفك اللي انت حاطاه قدام عينيكي، ما تلتفتش لاي كلام سلبي ابدا ابدا.
تعرفي امكانياتك ايه وتطوعيها عشان توصلي لهدفك. وطبعا كل ده بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. كانت جيهان مهتمه اهتمام خاص برساله حضرتك في البحث العلمي، موضوع الدكتوراه ده موضوع الدكتوراه. حمايه المقدسات يعني طبعا قصه كبيره قوي يعني حمايه الاماكن المقدسه، الاماكن الدينيه المقدسه. كنت حابه حضرتك تكلمين عنه، بما ان حضرتك يعني ايه شخصية ملهمة لكل امرأة مصرية وكل امرأة عربية بتسمعنا دلوقتي. حضرتك بجد قدوة لكل واحدة قاعدة دلوقتي وشايفة حضرتك. فكنت عايزة تسلطي الضوء على موضوع الكتاب، وأكيد برضو المشاهدين حابين يسمعوا معانا. وأنا متشوق جدا أسمع الدكتورة جميلة. طبعا هو الكتاب ده قصة كبيرة قوي، بس طبعا عشان وقت البرنامج أنا حابة. الكتاب أصلا الاسم بصراحة يعني ملفت جدا ولفت يعني انتباهنا بجد. حماية الأماكن الدينية المقدسة أثناء النزاعات المسلحة. الاسم لوحده جامد. الموضوع ده طبعا يعني أخذ مني سنين طويلة قوي عشان الحمد لله يطلع للنور. يعني أماكننا المقدسة في اتفاقيتين دوليتين، باختصار اتفاقية جنيف اتفاقية لاهاي، المفروض ان هما الاتفاقيتين المعنيتين بحماية الأماكن الدينية المقدسة. إنما للأسف النصوص والاتفاقيات دي مش مفعلة، مدرجة ضمن الآثار الثقافية، وده ما ينفعش. لأن أنا أقصد بالأماكن المقدسة أماكن معينة أنا سلطت عليها الضوء في الكتاب. أربع أماكن مقدسة اللي هم صنع إلهي، الكعبة المشرفة، أيوة، المسجد النبوي، المسجد الأقصى، هيكل سليمان. أيوة. دول جم يعني صنع إلهي. كل بوحي إلهي، مش صنع بشري. الله ينور عليك. أنا يعني الأماكن اللي بصنع بشري المساجد العادية اللي احنا بنصلي فيها بالظبط كده. أيوة. ودي لها قصة انا مش عايزة بس ندخل فيها. دي عايزة حلقة مخصصة. لا دي عايزة حلقة لوحديها. خلينا احنا دلوقتي في ان الاماكن المقدسة بقى دي. ما ينفعش اصلي النصوص سواء جنيف او لاهاي بتقول في حماية. الا اذا دي بقى عايزة. أيوة. الا اذا ايه بقى؟ حالة الضرورة، لو في ضرورة انتهك المكان ده. مش منطقية يعني. يبقى ازاي توعدينا يا دكتور يبقى في حلقة كاملة عن موضوع الكتاب ده، لأن الموضوع شيق فعلا. حاضر من عناية. فهي دي القصة. منين انت يعني مجتمع دولي بتوفر لي حماية وتقول لي الا اذا؟ يبقى ازاي؟ يبقى في حالة ضرورة انتهك المسجد الاقصى. مش منطق. حالة مش ضرورة انتهك الكعبة المشرفة، المسجد النبوي. الكلام اللي فين؟ فين القدسية؟ فين القدسية؟ وبرضو نوهت ان المجتمع اصلا الغربي هو مش متفهم المشاعر الانسانية كإحنا كمجتمع عربي وشرقي واسلامي. بالظبط كده. لا انا اموت ومحدش يقرب للكعبة. الحاجات دي ليها قدسيتها عندنا. طبعا طبعا طبعا. فما ينفعش. فانا بناشد بقى ان شاء الله كده النصوص دي تفعل. نعم. يعني. ان شاء الله. طيب احنا معانا مداخلة تليفونية من الاخ العزيز جدا، الفنان والنجم الرائع، نجم الاوبرا والموسيقى العربية، الفنان النجم ابراهيم فاروق. معانا ابراهيم على التليفون. الو استاذ ابراهيم باشا، مساء الجمال عليك. استاذ محمد نجم. ايوه. ازيك استاذ ابراهيم؟ مساء الورد. ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ الله يخليك. كل سنه وانتم طيبين. وانت بالف خير وسعاده. السنه الهجريه داخله علينا اهو الحمد لله، ونتمنى بقى ان الكرب اللي في العالم كله يروح ان شاء الله بفضل ربنا. ان شاء الله يمر بسلام. وانا عارف ان حضرتك اعتقد مشارك في حفلتين في دار الاوبرا المصريه وفي دار اوبرا اسكندريه بمناسبه العام الهجري الجديد. العام الهجري. قول لنا كده مواعيد حفلاتك ايه يا ابراهيم؟ هو يوم 19 ويوم 21. يوم 19 في القاهره مسرح النافوره اللي عاملاها دار الاوبرا المصريه، عشان طبعا التباعد والحاجات دي معمول في الاوبن اير، ومعمول طبعا ما بين كل حد وحد، طبعا في كرسيين ثلاثه كده، الحاجات الاحترازيه دي طبعا معموله. والحفله الثانيه تبقى في مسرح سيد درويش في اوبرا اسكندريه. اوعدك ان انا اجي في اوبرا القاهره، انما اسكندريه ممكن ما اقدرش عشان ظروف الشغل. عندنا حلقه في اليوم ده، تيجوا تنوروا وتشرفوا. مرسي. يعني يبقى شرفينا ان انتوا. وانا بدعوك بقى على الهوا ان انت تنورنا وتشرفنا في حفل ختام الموسم الخامس من برنامج تاملات انسانيه يوم الخميس 3/9 على الباخره السياحيه فيرست لاف. شرف ليا وجودك. انا معاكم ان شاء الله، وانا اللي اتشرف اكون معاكم في وسطيكم.
وان شاء الله تبقى يعني تبقى حاجه جميله جدا ان شاء الله. حبيبي يا استاذ ابراهيم وسعدنا بالمداخله دي وان شاء الله حين. ان شاء الله باذن الله ننتظرك في الحفله يوم 3/9 ان شاء الله. الله ان شاء الله في رعايه الله في رعايه الله. ماشي ماشي. انت ازاي تسيبه كده من غير ما يسمعنا؟ والله كنت عايز يغني لنا حاجه بس ما ادركناهاش وعشان نكمل حلقتنا مع دكتور جميل ان شاء الله. كنت عايزه تسالي يا ندى عن موضوع تمكين المراه. اعتقد تمكين المراه يعني زي ما احنا كلنا مؤمنين ان الوضع الاقتصادي للمراه المصريه بيأثر بالسلب على الاستقرار المجتمعي، خصوصا ان المراه المعوله بتعول حوالي 30% من الاسر، ودي طبعا نسبة كبيرة. فكنت عايزة رأي حضرتك، هل في سنة 2020 حصل تمكين اقتصادي للمرأة المصرية؟ سؤال حلو قوي ومهم جدا. المرأة ده عنصر أصيل وفعال في المجتمع طبعا، وبتتأثر بالبيئة الثقافية بتاعت المجتمع أكيد. وبما ان المجتمع بيختلف، بيئته بتختلف من مكان لمكان او من بيئه لبيئه، فما اقدرش اعمم واقول ان يعني المراه في العموم اتمكنت اقتصاديا. يعني مثلا المراه في الريف غير في الحضر زي ما بيتقال، انما في العموم لا طبعا، يعني المراه فعلا واخده حقها يعني بصراحه. يعني احنا ثلاثه اهو، احنا ثلاثه قلت لكم الافيه ده مش عارفه احنا عايزين اكتر من كده. يعني لا حقيقي يعني، وخاصه ان في مبادرات يعني برضو السيد الرئيس في مبادرات لتمكين المراه، منظمه المجتمع المدني شغاله على الموضوع ده، المجلس القومي للمراه شغال على الموضوع ده. لا هي يعني لسه ما وصلناش لنسبه كبيره قوي، انما الدنيا شغاله. لا احنا واصلين يعني ما شاء الله. طيب حضرتك تحبي تنصحي المرأة المصرية بإيه في بداية مشوارها أو بداية حياتها العملية؟ سؤال مهم ده بقى وفقا لتجربتك الثرية دي يا دكتور. أنا زي ما قلت لك يمكن ده أنا قلته في بداية الكلام، يبقى في هدف. أنا يبقى قدام عيني في هدف وأشوف إمكانياتي إيه وأبدأ أوظف إمكانياتي دي مع الهدف اللي أنا عايزة أوصل له، وإن شاء الله توصل ان شاء الله. بما اني بقى زي ما قلت لحضرتك في الاول ان احنا عايشين في العصر الذهبي للمراه، والرئيس في اول خطاب لي قال يعني هيهتم بالمراه وخلى عام كامل سماه عام المراه، ده كان 2017. وبما ان احنا طماعين واحنا مع بعضنا كده بنحترف ان احنا طماعين، طموحاتنا زياده طموحاتنا زياده، اللي هي يعني بما ان كمان المراه مسكت مناصب كتير جدا ما كانتش، كانت حكر للراجل، كان هو بس اللي بيمسكها، واول مره تمسكها السيدات زي المحافظه، محافظه بحيره ومحافظه دمياط وقاضيه في محكمه الجنايات، مأذونه يمكن في مأذونه لا وفي وظايف تانية حرفيه مسكتها كتير. بس ايه الطموحات اللي حضرتك يعني تحبي نضعها في اجنده الرئيس الفتره القادمه؟ طب انا سؤال مهم ده. يعني هو سؤال مهم بس انا راضيه ذمتك. يعني بعد كل اللي قلتيه يبقى في طموحات يعني قاضيه عايزين تاني ونائب رئيس ونائب وزاره العدل، يعني هي خدت كل حاجه، انما لو في شويه طموحات بقى يعني اللي في قوانين دستوريه محتاجه ان احنا نبص عليها برضو شويه بحيث نفعل دور المراه، لان دستور 2014 ده ساوى بين المراه والرجل في الحقوق السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه، في مساواه. نبدا بقى ننقش كده في الدستور نشوف القوانين اللي بتخدم المراه ونبدا نفعلها عشان لخدمه المجتمع ككل، لان احنا قلنا المراه دي عنصر اساسي بالتأكيد. عنصر مهم جدا، ده هي العمود. صحيح صحيح بجد والله. عشان بس لو الرجاله بيسمعونا هيقولوا مثلا احنا منحازين، لا احنا مش بنهدى لحقهم، هم برضو السند والونس وكل حاجه، طبعا الاخت والصديقه والزميله، بس احنا بنتكلم عن المراه برضو. كل الفكره من غير ما اقطع كلامك، احنا يعني المراه فرحانه دلوقتي لان في انتعاشه. ايوه مظبوط، شاملين نفسكم شويه. قادره تاخد حقيقه الاعتراف بالحق الفضيله. في انتعاشه يعني شوفي كده اي مجال في الطب في القانون في اي مجال حتى في الارض هتلاقي المراه يعني كتفها بكتف زوجها. مظبوط. فلا احنا اقوياء، واحنا احنا كنا عاملين
مؤتمر بعنوان المرأة سر جمال الكون، كان 29/11/2019، وإن شاء الله بتتجدد الدعوة لكل السيدات الفضليات إن هم يقدموا ويتواصلوا معنا عشان ينضموا لمؤتمر المرأة سر جمال الكون دورة 2020، وإحنا بنقدم الدعوة على الهواء مباشرة للدكتورة جميلة الرفاعي إنها تكون معنا كضيف شرف على المنصة في مؤتمر المرأة سر جمال الكون 2020، وده شرف كبير لينا إن شاء الله، وناخد وعد منك يا دكتور على الهواء إن شاء الله. إن شاء الله. وفعلا فعلا فعلا كانت حلقة ثرية جدا مع ضيفة أكثر من رائعة وتجربتها في منتهى الثراء. بنوعدكم إن اللقاء يتجدد تاني مع نموذج إيجابي ملهم آخر في برنامجكم تأملات إنسانية الموسم الخامس. عمار يا مصر، وانتظرونا في الحلقة القادمة.